والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، أخبار المال والأعمال تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب، فإليك سارة. شكرا رجائي وشكرا سحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أكدت الحكومة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، مع الالتزام أيضا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2024-2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتستهدف الدولة خلال العام المالي المقبل نمواً اقتصادياً جيداً مدفوعاً بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة. وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي الثالث والذي تستضيفه مدينة الرياض. وقع المذكرة كل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر ابن إبراهيم. وأكد طارق الملا أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما أن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان. أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة ماكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. وستقوم مجموعة ماكسيم وفقا للعقد بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر ومنتجع نايا الصحي الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. انطلقت فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في نسخته الرابعة، وذلك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المعرض فرصا لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة.
من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية، ويقدم المعرض فرصا لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة. مصر دولة كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونحن هنا في القاهرة لبدء تعاون كبير واستثمار مضاعف في القارة الإفريقية والدول العربية من خلال مصر. يقام بجانب المؤتمر معرض الدولة الواحدة من 9 إلى 11 من يناير الجاري بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية محتملة في أكثر من 20 قطاعا تجاريا مختلفا من المنسوجات والأدوات الرياضية والأغذية والزراعة والخدمات. أنا مرة مبسوطة يجي لك معرض ده حلو وصالح مرة كبيرة، وما شاء الله كل المحترمين اللي ساعدونا، يجي لك نفرات يقول لك حق المعرض تبي شيء حاجة، تبي شيء حاجة، تبي شيء زي كذا، إيش يعني مرة حلو هوسبيتاليتي، مرة مبسوط أنا ما شاء الله عليه، فرحان جدا. مصر بلد كبيرة، مصر بلد عظيمة، فيها سوق مصر كبير يعني، وإن شاء الله يكون في نعمل بيزنس، نقدر نعمل بيزنس هنا كويس إن شاء الله بإذن الله. It's a very good initiative. إنها فرصة رائعة لكل الشركات الباكستانية للاستثمار في الدولة المركزية بالشرق الأوسط، ومصر دولة مؤثرة ومركزية في إفريقيا، ونحن في شركتنا نستخدم المنسوجات في كافة الصناعات مثل الأحذية والمجهولات والملابس والبالون الطائر. ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة أنظر إلى إفريقيا في تنظيم فعاليات مماثلة، كان آخرها في جوهانسبرغ عام 2022، وتستهدف منها إيجاد أسواق بديلة وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الإفريقية. رامي محمد، التلفزيون المصري. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 97%، ليغلق عند مستوى 25,589 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 5,811 نقطة. وقفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 8,319 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط من جهة ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من جهة أخرى. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 34%، ليصل إلى 76.38 دولارا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 28%، ليسجل 70.97 دولارا للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 10%، لتصل إلى 3 دولارين وسنتين للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11%، لتسجل $2.67 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر الماضي مع تراجع الواردات. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 مليار دولار. هذا وتوقع اقتصاديون ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي.
نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى سحر ورجاء إليكما. شكرا لك سارة نجيب.